بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نطمع أن تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، شهادة نسأل الله أن تكون هي آخر ما ننطق به حينما نخرج من هذه الدنيا إن شاء الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين. نسأل الله أن يحيينا على سنته وأن يتوفانا على ملته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في هذه الليلة الطيبة المباركة بمناسبة العقيقة إن شاء الله ديال الابن ديال الاخ جلال وبنتي، ها العقيقه بهذه المناسبه ان شاء الله، اولا باسمهم جميعا وارحب بكم جميعا باسمهم وباسمي وباسم كل عائله. احنا فرحانين الحمد لله اللي حضرتوا معنا هنايا باش تشاركوا معنا في الافراح ديالنا، والحمد لله ولفنا اخوان ديالنا والاحباب ديالنا، وفي الحقيقه ماشي هذا الشيء اللي كاين فقط، ولكن هناك إخوة آخرين أيضا تمنينا يحضروا معنا، ولكن للأسف الشديد ما كانش بلاصة، الله غالب أنتم ما كتشوفوا، ولكن هذا لا يعني أننا يعني هادهم الأحباب، ولكن المهم هذا هو. إذن نرحب بكم جميعا في هذه الليلة الطيبة المباركة بمناسبة العقيقة ديال ابن ديال أخ جلال وابني وبنتي أيضا، وهو بالمناسبة سهيل، سماه سهيل، وإن شاء الله إذا كان الوقت في الأخير نهضروا شوية على من هو سهيل حتى نعرف من هو سهيل. إنما الموضوع ديالنا في هذه الليلة المباركة وهي أحد الآيات تفتح بهم سي عمر هذا المجلس من سورة المؤمنون، اللي كيقول فيها الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. عن هذه الآيات أو المعنى ديالهم غادي نحاول إن شاء الله هذه الليلة، لأن المناسبة مناسبة الولادة، وهذه الآيات كتتكلم علاش؟ كتتكلم على الولادة، وكاين حديث عظيم ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيرويه الإمام البخاري ومسلم عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع في خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث رواه البخاري ومسلم وهو من أصح الحديث.
إذن شكون روى الحديث؟ هو أبي عبد الرحمن المكنى أبي عبد الرحمن، وهو عبد الله بن مسعود. هذا عبد الله بن مسعود هو رجل قصير قد هكذا، ولكن العالم الآن كل شيء يتكلم على عبد الله بن مسعود، وهو من العباطلة الأربعة اللي من أهل العلم، اللي وهو يعني من أهل العلم الكبار من الصحابة في العلم. كاين ربعة ديال الناس اسمهم عبد الله عبد الله، وجمعوهم في كلمة العباطلة، منهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، واختلفوا في الرابع. منهم من قال عبد الله بن الزبير، ومنهم من قال عبد الله ابن عمرو بن العاص. والصحيح عند العلماء الجمهور أنه عبد الله بن عمرو بن العاص. هذو من الأربعة ديال الصحابة الكبار. اللي كنلاحظوا في هذا الحديث أنه عنده واحد الميزة خاصة، وبالأخص الناس اللي كيهتموا بالأحاديث، هذا الحديث فيه واحد الكلام ما كاينش شي حديث آخر أبدا. لما كنسمعوا الحديث كنسمعوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في هذا. لكن هذا الحديث عنده واحد الميزة خاصة. علاش؟ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كيقول حدثنا رسول الله، بمعنى أنه كان جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم الوقت اللي حدثهم النبي بهذا الحديث. ولكن زاد واحد جوج الكلمات هما اللي ما كاينينش في شي حديث آخر، وهو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. في الأحاديث الأخرى ما كتلقاوش كنقولوا الصادق المصدوق إلا في هذا الحديث. علاش بالضبط في هذا الحديث كاين الصادق المصدوق؟ قال لك لأن هذا الحديث اللي خبر به النبي صلى الله عليه وسلم، كيفاش كيتكون الإنسان في كرشمه، كيفاش كيخلق الإنسان، هذا شيء ما كانوش كيعلموه ذاك الوقت العرب. إذن ممكن الناس ذاك الوقت اللي ما كانش عندهم العلم كيفاش كيتخلق الإنسان في كرشمه، كيفاش كيتحمل به، يمكن الناس يكذبوا، لأن هذه المسألة ما يشوفوهاش بعينهم. ولذلك هو أكد وقال الصادق، يعني أنه شكون الصادق؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. والمصدوق أنه مصدوق من الله، لأن اللي كيخبروه بالوحي هو الله عز وجل. إذن الوحي الذي يوحى إليه من الله، إذن هو الكلام اللي كيجيه والوحي اللي كيجيه صادق، يعني مصدوق من الله، كيصدق معاه كيقول له. ثم الصادق أنه لا يكذب. ومن الأوصاف ديال النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام، قبل كاع ما يكون نبي، كانوا يقال له الصادق الأمين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، واحد منكم، شكون؟ هل المسلمين؟ هل الناس أجمعين؟ هل شكون؟ قال العلماء إن أحدكم، يعني الناس جميعا، المؤمن والكافر، كل شي الناس هذا هو الخلق ديالهم. كما كان النوع دياله فقير غني، هذه هي الطريقة ديال الخلق دياله. إنما كاين هناك الله سبحانه وتعالى، نطلب منكم واحد شوية انتباه، الله سبحانه وتعالى ذا واحد مسألة، وهي كاين ربع، عندنا مربع عنده ربعة الأضلاع، ربعة واحد جوج ثلاثة وكنسدو ربعة، يعني أن الخلق اللي خلق الله سبحانه وتعالى دار به معجزة. النبي صلى الله عليه وسلم هضر لنا على أنفسنا، الناس اللي كنشوفهم الآن، لكن كان واحد الخلق اللي في شكل خر، ماشي بحالنا احنا، ما تجمعش في كرشمه، ودار الله سبحانه وتعالى هذا المربع ربعة ديال الأشياء. الأولى أن هناك الإنسان اللي تخلق بلا أب بلا أم، وهذا شكون؟ آدم. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بدون ذكر ولا أنثى، هذه النقطة الأولى. ثم خلق واحد الإنسان آخر من ذكر ولكن بدون أنثى، خلقوا من راجل ولكن ما كاينش امرأة، وشكون هذه؟ حواء، لأن تخلقت منين؟ من الضلع ديال آدم عليه السلام. طيب عندنا راجل مخلوق بلا راجل بلا امرأة، وعندنا إنسان مخلوق بلا
هي حواء اذا اش بقى وكاين حنا كنتخلقوا من ذكر وانثى اش بقى بقى لينا واحد خصو يتخلق من امراه ولكن بلا راجل وشكون هذا عيسى عليه السلام اذا هادو اربعه ديال الاضلاع نفس الشيء الله سبحانه وتعالى لما كيقول يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما الخلق ديال الانسان الشيء الاخر فيه ايضا اربعه ديال الاضلاع بمعنى مربع واحد جوج ثلاثه كيسدوا المربع كيف كنلقاو راجل كيولد كيتزوج امراه ما كتولدش اش كيوقع ما يمكنش يكونوا الاولاد ولا لا الا بغى يوقع الاولاد خاص هاد المراه اللي ما كتولد خاص هاد الراجل اللي كيولد يتزوج امراه اخرى كتولد عاد باش يكون يمكن الاولاد اذا هذا الضلع الاول الضلع الثاني كيمكن المراه كتولد ولكن الراجل ما يولدش ما يمكنش يكون الاولاد ايضا ولا لا الا الى هاد المراه تزوجت براجل اخر كذلك هادو جوج ثم ثالثه يمكن ما يولدوش بجوج لا الرجل ولا المراه ثم الرابعه وهو انه كيكون الراجل كتولد والمراه كتولد ها فاذا نفس الاشكال اللي خلق فيها الله سبحانه وتعالى الخلق الاول ايضا خلق فيه اذا ممكن يكون فينا احنا ايضا اربعه ديال الاضلاع ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف هذا الانسان يخلق وهذا العلم هذا ديال معرفه الجنين كيفاش كيتكون في كرش امه كيفاش كيولي كيفاش كيكون نطفه وكيفاش كيكون علاقه وكيفاش كيكون هذا ماشي الان اصبحنا كنعرفوا كنشوفوا في التلفزيون والعلم ولكن امتى توصل العلم الحديث لهذه المساله هذه الرسول صلى الله عليه وسلم حدث بهذا الحديث في واحد الوقت كان اولا الرسول صلى الله عليه وسلم امي ولكن حدث في هذا الوقت اللي كان الناس كيرعوا غير الغنم والبقر وما كيعرفوا لا علم ولا بورا ولا والو ولكن خبر هذا الشيء ثم جاء العلم الحديث القرن 17 الاطباء داروا بحث واعطوا واحد النظريه هو ان الانسان كيتخلق من باه وفي ذاك الحيوان المنوي كتكون الاوصاف كامله ولكن جاء القرن 18 وكذب هذا وجاء القرن 20 وبينوا على ان الانسان هو خليط بين البويضه ديال المراه والحيوان انت ديال الحيوان ديال الرجل فمن بعد بحثوا فلقوا ان يعني الجنين لما كيكون في البطن ديال الام ديالو نفس المواصفات اللي جابها النبي صلى الله عليه وسلم اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم او هي المواصفات اللي قالها القران واللي قرا لنا الاخ عمر بن في سوره المؤمنون ثم هناك واحد القضيه ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين يعني ان ادم الاول تخلق من تراب النبي خبر 19 قرن 15 قرن هذه تقريبا خبرنا بان الانسان مخلوق من تراب ولكن ما كانش شي واحد في ذاك الوقت كيعرف الناس تخلق انسان ولكن في القرن العشرين لما كيشدوا اللحم ديال بنادم وكيدخلوه في لابوراتوار كيلقاو فيه 19 عنصر منهم النحاس منهم الحديد منهم الجير منهم كذا منهم كذا فلقاو في الارض 19 عنصر 19 مادة في الأرض ولقوا في البشر 19 مادة في البشر فمن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا؟ الله سبحانه وتعالى والعلماء علماء الأجنة كما يقولوا وعلماء تشريح أكبر واحد في العالم اللي أخذ الجائزة الأولى في علم الأجنة هو كناضي جاب هذا البحث وطرح هذا البحث بلا ما يعرف القرآن فلما التقوا مع العلماء المسلمين قالوا لي اش درتي راه التمره وهذا البحث كله احنا عندنا في القران الله كيقول هكذا فلما قراوا على القران فهم الايات قال لهم بغيتش يعني قال لهم بغيت نشوف هذا القران واش مكتوب انت تكتب قال لهم القران راه 14 قرن ونص تقريبا عنده فاش قال يعني قال ما هذا الا فعل الرسول ما يمكن في هذاك الوقت يعرف حتى واحد يلا احنا عرفنا في هذا الله يجزيكم بخير زين شويه ديال الاتزاع القرطبي وعليكم السلام تفضل اذا خلق الانسان الله سبحانه الرسول صلى الله عليه وسلم بل الله عز وجل اوحى الى الرسول صلى الله عليه وسلم بان هذا الانسان تفضل يا سي قرطبي تفضل بارك الله فيك
الله يبارك فيك. غندير شويه القصد على تينس ياك، ندير القصد على راسي شويه بلا داير السكر ياك. قلنا اذا لما وصلوا لهذ العلماء لهذا البحث هذا، لقوا بان القران سبقهم لهذا الشيء، وفي هذاك الوقت ما كانش بحال دابا الراديو كاين وكذا وكذا وكذا. فمن اخبر كما قلنا الله سبحانه وتعالى. نظرا كيبان ان احدكم يعني الفتره الاولى 40 يوم كيكون نطفه، وفي 40 الثانيه كيكون علقه، والعلقه عند العرب بمعنى الدوده بحال الدوده. ولذلك احنا في العربيه اللي كان الناس كيعرفوا العربيه كتلقى البقره عندها العلقه، كيقولوا عندها العلقه يعني واحد علقه صغيره كتكون عندها واحد سنتيمتر، ولكن منين علقه ثم مضغه. لما جابوا